وقت نروح ما عم بقدر استنى. السمسم جدا غني بالكالسيوم يعني جدا مفيد للطفل، غير هيك انه بيحبوه يعني. وتفعلوا زر الجرس وتنادوا لرفقاتكم. تخيلوا انه هاي كيتو دايت، كتير 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 طبيعي تعملوا كيتو كل يوم بعد ما تاكلوا هيك شيء. تاكلون لونه باحلام، يعطيه لون حلو، بيعطيه طعمة خرافية يا جماعة، لازم تجربوها. الريحة بتجنن يعني، الريحة رائعة. مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم مع بعض رح نعمل 3 وصفات من صدر الدجاج، وصفات مناسبة للكيتو دايت، صحية كتير طيبة، مناسبة حتى للأطفال وحتى للناس اللي ما بتتبع حماية الكيتو دايت، سهلة وسريعة، إن شاء الله بتعجبكم. خلينا نروح ونبلش مع بعض. أول شيء أنا عندي 3 صدور دجاج، تمام؟ وزن الصدر الواحد 250 جرام، حعمل من كل صدر وصفة. وعندي شوية خضار، هدول بدي عم جهزهم لأول وصفة معنا اللي هي ستيك الدجاج، مقطعهم هيك بهذا الشكل بيعطي جمالية، والفطر كمان بدي أقطعه، والبروكلي بنخليه بهذا الشكل. هلا حتى بعلمكم كيف تعملوا الخضار السوتيه بهي الوصفة. وعندي شوية زبدة، وعندي ثوم وزعتر، وكمان عندي كريمة طبخ للصوص. المي عم تغلي مثل ما لكم شايفين، رح سقط بالمي اللي عم تغلي الجزر اللي معنا. انتبهوا انتوا على هذا العيار اللي هلا رح اقول لكم عليه، بدنا نحط الجزر والكوسة 4 دقائق بالضبط، تمام؟ بدون ما نسكر، ما في داعي نسكر عليهم. حطيت الجزر والكوسة، هلا بخليهم 4 دقائق بالضبط. بعد 4 دقائق بنزل البروكلي عليهم دقيقة واحدة، وبصير هيك معنا الخضار ضلت 5 دقائق بالمي. دغري بنشيلها من المي، بنحطها بمي متلجة. هي نقطة جدا مهمة، لما بتشوفوا الخضار السوتيه بالمطاعم الفخمة مثلا تلاقوها لونها خضرة لساعتها، وبنفس الوقت عم تقرش ومستوية وكتير طيبة. هي هذا السر تبعها، انه نحن بنشيلها بالمي السخنة بنحطها بمي متلجة، ما في داعي تبخروها. فيكم تبخروها، لكن هي الطريقة سريعة ومضمونة. عندي مقلاية، المقلاية لازم تكون سميكة لستيك الدجاج، هي نقطة جدا مهمة. هي المقلاية جرانيت، يعني كتير سميكة مثل ما لكم شايفين، وزنها تقيل. إذا ما كانت هيك ممكن يفشل معكم وما ينجح. بنحط عليها قطعة زبدة صغيرة وبنروح للدجاج. عندي صدر دجاج وزنه 250 جرام. هلا انتم هتفكروا انه هذا الصدر كيف حيستوي بدون ما نقطعه، كيف حيستوي وهو شقفة واحدة. هلا أهم نقطة كتير مهمة هي النقطة، انه نشيل الفتيلة، الفتيلة اللي هي ورا صدر الدجاج، شايفين معي؟ هي هي الفتيلة. هي القطعة فينا نشيلها ونستعملها بوصفة من الوصفات الثانية. طبعا هي اللحمة كتير طرية اساسا، بس نحن لحتى يستوي معنا لازم يكون هيك مفرود ومسطح مثل ما لكم شايفين. ستيك الدجاج قطعة واحدة بيتعامل معاملة ستيك اللحم، يعني فيكم تساووا ستيك لحم بنفس الطريقة اللي حساوي لكم اياها هلا. بهارات ما في عندي، عندي ملح مثل ما لكم شايفين، رشوا ملح منيح ما في مشكلة لأنه يعني حيوصل لجوا هو، وفلفل. حتى إذا عندكم الفلفل الملون كمان بيعطي طعمة كتير كتير طيبة. المقلاية صارت حامية معي كتير، حتى لون الزبدة بلش يتغير. هلأ لازم نزل الدجاج، نحط قطعة الدجاج بهذا الشكل، مقلاية حامية مثل النار لازم تكون، تمام؟ جدا لازم تكون حامية، هي نقطة جدا مهمة. بنحطها بنحاول نفردها اول شيء، من بعدها ما عاد نحركها نهائي مشان ما تطلع العصاره اللي جواتها. اتركوها هيك على راحتها 3 دقائق وبنشيلها بنقلبها على الطرف الثاني. ونحط هون رشه ملح. هلا بعد ما مرق معنا 4 دقائق بننزل البروكولي، وفيكم تستعملوا زهره، فيكم تستعملوا فاصوليه، انتم الخضار اللي بتحبوها. هلا بعد ما حطيت البروكولي بخليهم دقيقة واحدة كمان وبشيلهم فورا على مي باردة. بعد ما مرق معي 6 دقائق بدي اقلب الصدر، شايفين اللون ما احلاه. بحاول بس نفرده شوي بس ما نضغط عليه كثير، ما بدي المي اللي جوا صدر الدجاج تطلع، هي بتعطي نكهة خرافية. الخضار السوتيه هي نقطة جدا مهمة، ما لازم تكون فل استواء، لازم مثل ما عم ساوي لكم اياها بنفس الطريقة تكون فيها قرشة، تكون لسه ما استوت مضبوط لحتى ما تفقد الفوائد تبعها. لما تساوي الخضار باستواء كامل تفقد الفوائد تبعها، ما بتقدروا تستفيدوا من الخضار أي شيء. هلا الدجاج إذا أنتم خايفين ما يستوي، بناخذ قطعة الصدر هيك، شايفين اللون ما أحلاه، بنحطها بهذا الشكل على الوايد، نحطها شوي يعني تقريبا دقيقة. بنحطها كمان دقيقة أو أقل من دقيقة، 30 ثانية على الجهة الثانية.
هلا بدي شيل الخضار، ومثل ما انتم شايفين معي مي متلجة، شايفين اللون مع احلاه خضرة، هيك بتضل خضرة ومحافظة وبتوقف عملية الاستواء. هي نقطة جدا مهمة، يعني مو بس نحن مشان نضل خضرة، حتى كمان مشان نوقف عملية الاستواء. هاي المي متلجة مثل ما قلت لكم، مو باردة، متلجة بدها تكون المي. هلا بنوط النار على صدر الدجاج، بنحط زبدة اللي معنا. هلا حنعمل شيء اسمه بليز، هذا اللي بيعطيه نكهة خرافية لصدر الدجاج. عندي هون شوية زعتر أخضر، فيكم تستعملوا أي نوع زعتر بدكم، يا أخضر أو يابس، وسنين توم، وفيكم تستعملوا روزماري. هلا السنين توم ما مندقهم، بس بنعملهم هيك بهذا الشكل منشان تبرز النكهة تبعهم على الدجاج. هلا بننزل الثوم وبننزل الزعتر الأخضر، وهلا حنعمل شيء اسمه الجليز. هلا الثوم والزعتر عطى نكهة كثير قوية بقلب الزبدة، منميل المقلاية تبعنا بهذا الشكل، ومنناخذ من هي الزبدة كثير طيبة، بنحط هيك على صدر الدجاج، بيعطي لون حلو، بيعطي طعمة خرافية يا جماعة، لازم تجربوها، الريحة بتجنن، يعني الريحة رائعة. هلا بنضل تقريبا دقيقتين لثلاث دقائق على نار نايصة عم نعمل هذا الجليز من الطرفين، وهيك بكون الستيك تبعنا صار جاهز. خلينا ننتقل ونعمل الصوص ونكمل الخضار السوتيه. يحط مكعب زبدة صغير وروح نشف المي، صفي الخضار من المي. هلا هون دابت الزبدة معي، كمان مثل ما قلت لكم فيكم تستعملوا زيت نباتي، لكن انا نصيحة مني تستعملوا الزبدة الحيواني لانه صحية اكثر، او زيت الزيتون، لكن زيت الزيتون عشان ما يحترق احنا بنستعمل الزبدة، او السمنة الحيواني فيكم تستعملوا، وكل شيء زيوت نباتية مضر للجسم، خلي عنكم هي الفكرة. هلا حنزل الخضرة تبعي على الزبدة، شايفين لونها ما احلاه، حاعطيها رشة ملح ورشة فلفل أبيض وكمان رشة أوريجانو. ليش حطيت الزبدة؟ تعطيها نكهة خيالية، تعطيها نكهة جدا طيبة جدا. هلا احنا ما بنقليها كثير، بس هيك دقيقتين يعني تاخذ النكهة من الزبدة ومن البهارات اللي حطيناها. هاي الطريقة للأمهات اللي بيعانوا إنه أولادهم ما بياكلوا من الخضار، جربوا هاي الطريقة كثير بحبوها الأولاد، أنا يعني شخصياً بنتي صغيرة كثير بتحب هاي الخضار. هلا منشان نعمل صوص الفطر، عندي أربع حبات فطر، بدي أقطعهم شرحات مثل ما لكم شايفين بهذا الشكل. هلا أخذت من هاي الزبدة اللي هون بالستيك وحطيت بهاي المقلاية منشان ساوي الصوص، لأنه منكهة هي بتكون. الستيك بعد ما تساووه تتركوه هيك 3-4 دقائق لحتى يرتاح، اللحم لازم يرتاح، ما لازم يتاكل دغري، بيرتاح بيطلع كثير طري وجوسي. الفطر ما قليته، يا دوب دقيقة على نار جدا عالية لحتى الفطر يضل متماسك ومحافظ على العصارة اللي جواته. بنحط عليه 100 جرام كريمة طبخ. هلا بنلوص النار على الكريمة، بنحط رشة ملح، ومنحط كمان هي حسب الرغبة توم بودرة كمان رشة، بتعطي نكهة لهيك صوصات كتير طيبة. والشي اللي حيسمك الصوص ويعطيه شكل كتير حلو وقوام كتير حلو هو جبنة أشوان أو جبنة موزوريلا، جبنة تكون مسموحة بالكيتو دايت. وهلا منحركهم مع بعض. هلا منطفي تحت الصوص، لانه هلا القوام بعد ما نطفي عليه بيتماسك لحاله وبيعطي قوام كتير حلو. ومنروح على التقديم، بناخذ قطعة الدجاج تبعنا، شايفين ما احلاها وما احلى لونها، بنحطها على الدفة وبنقطعها بشكل شرحات. هلا هيك بعد ما قطعنا الستيك تبعنا، بس حابب اورجيكم قبل التقديم قطعة دجاج، شايفين كيف مستوية معنا الدجاج؟ هاي عم بورجيكم اياها قبل التقديم، وطعمتها بتكون مثل الزبده، كثير 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 طيبه فوق ما تتصوروا، يعني جربوها على مسؤوليتي. وهلا خلينا نروح على التقديم.
نحط بالصوص هيك، ناخذ معه فطر. شايفين يا جماعة كيف مستوي من جوا؟ طعمة خيالية عن جد، الدجاج طالع مثل الزبدة. وهلا حنبلش بتاني وصفة سريعة خفيفة نظيفة وكتير كتير كتير طيبة. أول شيء قطعت صدر الدجاج مثل ما لكم شايفين بهذا الشكل، تقريبا عندي 250 جرام أو 300 جرام صدر دجاج مقطع. عندي حبة فليفلة حمراء، حبة فليفلة صفراء، حبة فليفلة خضراء، بصل، تقريبا 5 حبات فطر مقطعين بهذا الشكل أصابع. فيكم انتم تستغنوا عن شيء تزيدوا شيء، كتير كتير طيبة، لكن هدول كلهم مناسبين بالكيتو. وعندي زبدة وجبنة قشقوان، صويا صوص. صويا صوص هذا مالح فهو مناسب للكيتو لكن بكمية معلقة كبيرة فقط. هلا خلينا نتبل الدجاج. لتتبيل الدجاج عندي ربع معلقة فلفل أبيض، ربع معلقة زنجبيل، ربع معلقة توم بودرة، ونص معلقة كاري، لهيك كمية من الدجاج كافية. وبنحط عليهم شوية صويا صوص تقريبا قدر معلقة، وبنحط عليهم، بما انه حطينا صويا صوص ما حنضيف ملح، وعصرة ليمون، وبنحركهم. فينا نخليهم منقوعين نحن بهذا الخلطة، وفينا دغري نطبخهم، يعني ما في مشكلة فيكم تطبخون دغري، انا هلا حاطبخهم دغري. الصويا صوص هو منه حطيناه بدال الملح، ومنه بيعطي نكهة كتير كتير طيبة، ومنه مسموح كمان بالكيتو بحيث انه احنا بنغير شكل. هلا خلينا نحط الزبدة بالمقلاية. هلا بننزل الدجاج. المقلاية لازم تكون سخنة كتير لحتى الدجاج يحافظ على العصارة اللي جواته، وبيعطي نكهة كتير كتير طيبة. هلا بنضل عم نطبخهم للدجاجات تقريبا شي 5 دقائق ل 10 دقائق لحتى هيك نوعا ما يستووا معنا، مو استواء كامل. بعدها بنضيف الخضرة. هلا هيك استوى تقريبا معنا الدجاج، طبعا على نار حامية لحتى يضل العصارة جواته ونكهته تطلع بتجنن. هلا بننزل الخضرة، فيكم تنزلوها بالتدريج لكن انا حنزلها كلها مع بعضها. ما بدي اياها تتبل للخضره كثير لانه انا بدي احطها هلا بالفرن بقلب فخاره. هلا بتشوفوا كيف الطريقه، فلازم تكون الخضره والفطر محافظ على قوامه. شوفوا الالوان والريحه يا جماعه، ما بتنوصف، بتشهي بتاخذ لعقلك، الالوان بتجنن. هلا خلينا نطلع الفخاره تبعنا من الفرن. انا حاطط فخاره بالفرن من وقت وهي سخنه كثير، هلا بنطلعها. صار لها ربع ساعة بالفرن على أعلى حرارة، حط لها شوية زبدة. وهلا بناخذ من الدجاج الخلطة تبعنا كلها وبنحط بالفخارة بهذا الشكل. بعد ما حطيناها بالفخارة بنحط قشقوان على الوش. وهلا بنرجع فخارتنا بهذا الشكل على الفرن، بس بنحط على وشها شوية اوريجانو، هيك رشة اوريجانو بتعطي طعمة وبتعطي لون حلو. بنرجعها على الفرن، بنخليها على حرارة عالية، اعلى حرارة 250، بس هيك يذوب القشقوان يلي على الوش. وهيك وصفتنا الثانية بتكون صارت جاهزة، الريحة بتغوب القلب يا جماعة. تخيلوا انه هاي كيتو دايت، كتير 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 طيبة، بتعملوا كيتو كل يوم بعد ما تاكلوا هيك شيء. حتى الناس اللي مو عاملة دايت فيها تجربها، تشبه الفاهيتا او هي فاهيتا تقريبا بس بدون درة، كتير كتير طيبة. هلا اجينا للوصفة الثالثة اللي هي سكالوب، لكن بطريقة الكيتو. خلينا نشوف كيف رح نعملها. اول شيء الدجاج، عندي صدر دجاج كمان وزنه 250 جرام، شارحه بالنص يعني مثل ما لكم شايفين. وعندي بدل ما نستخدم البقسماط او الطحين لانه ممنوع بالكيتو دايت، عم بستخدم انا طحين السمسم، سمسم ابيض ومطحون، يعني كثير سهل الموضوع، يعني بس تجيبوا سمسم ابيض وبتطحنوه بيطلع بهذا الشكل.
وعندي كمان تقريبا 300 جرام قرنبيط رح نعمل منهم بيوريه، يعني بدل بيوريه البطاطا رح يكون بيوريه القرنبيط او الزهره اللي هو مناسب للكيتو دايت. وعندي كريمه طبخ كامله الدسم، حبتين بيض، شويه بهارات لحتى نخفف من طعم السمسم، البابريكا المدخنه، الثوم البودره والزنجبيل البودره وبصل بودره وفلفل ابيض وملح، وكمان هدول علوش، شويه مرتديلا وشويه جبنه اشواز. هلا خلينا نبلش باول شغله. عندي مقلايه بحط فيها نقطه زيت، زيت زيتون او اي زيت مناسب للكيتو او ممكن جوز الهند. بنجيب طحين السمسم يلي هو السمسم ابيض وطاحنينه ومنحمصه لحتى ياخذ لون، لانه اذا قليناها بالزبده او ساويناها بالفرن شو ما كان حياخذ لون اسود ما حياخذ لون اشقر، فنحن خلينا نعطيها اللون قبل. السمسم حطيته هون، طحين السمسم، نار هادية ونقطة زيت، ومنضل نحركه كل شوي، منضل نحركه لحتى ياخذ لون، بياخذ شوية وقت. هلا خلينا نحضر الدجاج بين ما يتحمص معنا طحين السمسم. هلا مديت انا نايلون، بنحط شرحات صدور الدجاج يلي مقطعينهم بهذا الشكل، ومنسكر عليهم ومندقهم بس مو كثير، ما في داعي للدق الزايد، يعني بنفردهم شيء بسيط. اذا عندكم شاكوش فيكم تدقوها في شاكوش خاصة يعني، وإذا ما عندكم بناخذ الشوبك ومندق فيه بهذا الشكل، لكن ما بدي يهتري الدجاج، دقة بسيطة كثير. هلا مثل ما تكون شايفين تقريبا بعد 10 دقائق من التحريك ونار هادية أخذ لون أشقر كثير حلو اللي هو طحين السمسم. هلا خلينا ننتقل للمرحلة الثانية. عندي البهارات مثل ما قلت لكم، نص معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة ثوم، نص معلقة بصل بودرة، ربع معلقة زنجبيل، وكمان نص معلقة ملح، وربع معلقة فلفل أبيض. بنحطهم وبنخلطهم مع بعض. ليش؟ لأنه بدي أضيف قسم على طحين السمسم وقسم على البيض. عنا هون بيضتين، بنحط نص الكمية من البهارات هون وبنخلطهم، ونص كمية البهارات الثانية بضيفها على طحين السمسم. هلا ممكن تستغربوا انه انا عم ساوي سكالوب فليش كل هالبهارات؟ انا عم احط كل هالبهارات لحتى طعمة طحين السمسم ما تطغي بالاكلة، نحاول نكسرها بالبهارات. يا جماعة فيكم تستغنوا عن السمسم تستعملوا البارميزان، انا عاملها من قبل مستعمل البارميزان، لكن جدا البارميزان مكلف، لهيك عم ساوي لكم وصفة نوعا ما تكون اقتصادية، السمسم ماله مكلف. هلا خلينا نبلش. هلا حناخذ صدر الدجاج اللي معنا، نغطه بشكل كتير منيح بالبيض لحتى ياخذ من البيض بشكل كتير كتير منيح، وبعدين بنشيله من البيض بننزله بطحين السمسم. كمان القطعة الثانية بنغطها كتير كتير منيح بالبيض، بنغطها بطحين السمسم. وهلا كمان بدي لكم على معلومه جدا جدا مهمه بموضوع السكالوب. هلا اللي حنساويه يا جماعه انه رجعنا حطينا السكالوب تبعنا على النايلون، سكرنا على السكالوب بهذا الشكل ورجعنا دقينا. حتى لو عم تساوي سكالوب مو بطحين السمسم، حتى لو عم تساوي بالبقسماط، لازم تدقوه هيك لحتى ما يفصل، لحتى القشره تلزق فيه بشكل كتير منيح. بعد ما دقيناهم بشكل كتير منيح بنحطهم هيك وبنحطهم بالفريزر لحتى يتماسكوا ويتجمدوا معنا. هلا طلعت الدجاج انا من الفريزر، تقريبا تجمد نوعا ما، صار له تقريبا ساعة، انتم خلوه كمان فيكم تخلوه اكثر من هيك ليتجمد مزبوط. هلا بننزله على الصينية عليها ورق زبدة، وبنحط عليه من فوق زبدة. طبعا نحن كيتو دايت عم نحكي، فلازم يكون في كمية وفيرة من الدهون، وهذا صدر دجاج بالنهاية. طبعا فيه بيض وهيك صار فيه زبدة. هلا بندخله على الفرن، شغال الفرن فوق وتحت ومروحة على حرارة 200، خلينا نحطه تقريبا 20 دقيقة. بنحطه من تحت مشان ما يحترق معنا، ونخليه 20 دقيقة. عندي مي عم تغلي هون لنحضر نحن بيوريه القرنبيط او الزهرة، بننزل الزهرة فيه وبنحط لها شوية ملح وبنتركها لحتى تستوي استواء كامل. بعد ما سلقنا الزهرة لحد ما استوت معنا مزبوط، بنجيب مقلاية بنحط فيها زبدة وبننزل الزهرة عليها لحتى نعمل بيوريه الزهرة او القرنبيط. رشة ملح ورشة فلفل ابيض
وكمان رشة صغيرة أوريجانو لتعطينا نكهة بالبيوري تبع الزهرة ما أكثر. بعد ما الزهرة أخذت معنا من نكهة الزبدة بنضيف عليها الكريمة، عم نستخدمها بديل الحليب لنعمل بيوري القرنبيط. كمان الكريمة كاملة الدسم مناسبة للكيتو دايت. هلا هيك صار لها 5 دقائق تعقدت معنا كتير منيح، بنطفي تحتها بنفضيها بأي زبدية عنا. ريحتها بتشهي على فكرة، لا تستغربوا يعني بيوري الزهرة مع كريمة ريحتها بتشهي. وبنهرسها هلا بشكل كتير منيح، وممكن نضربها بالبلندر. انا هرستها بالهراسة لكن اذا عندكم بلندر بيكون احسن. هلا بعد ما مرق معنا 20 دقيقة شايفين يا جماعة احلاها، حتى لونها بتشهي، شايفين اللون الاشقر مع احلاه، وريحتها كتير بتشهي وكتير غنية ومستوية. هلا خلينا نروح على التقديم. هلا هيك قطعناها ونورجيكم كيف من جوا. شايفين يا جماعة من جوا كيف القشرة مالها فاكة عن الجاج، والجاج كمان بنفس الوقت مستوي معنا، بتشهي بتجنن، حتى لونها كتير 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 حلو، وبنفس الوقت مناسبة للكيتو دايت. خلينا كمان ندوق. كتير طيبة، والدجاج مستوي 100% وكتير كتير كتير طيبة. يا جماعة شوفوا لي هالوصفة مع أحلاها، بتشهي بتاخد العقل. هلا بدي أقول لكم على شغلة كتير مهمة، غير إنه هي الوصفة مناسبة للناس اللي متبعة الكيتو، هي الوصفة كمان مناسبة للأطفال، يعني أنتم فيكم تطعموا منها أولادكم وأنتم كتير مرتاحين. وصفة صحية 100%، ما لها مقلية بزيت قلي، ما فيها طحين، ما فيها شغلات ما بنعرف شو هي. السمسم جدا غني بالكالسيوم، يعني جدا مفيد للطفل، غير هيك إنه بحبوها. أنا مثلا لما بساويها بنتي الصغيرة بتاكل منها بتحبه، غير هيك بتاكل كمان الأرنبيط، هذا بيوري القرنبيط كتير كمان بتحبه، كمان هو جدا مفيد، فأنا بنصحكم تساووه. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تشتركوا بقناتي على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس. شكرا كتير على الدعم. كمان تابعوني بصفحتي على فيسبوك، بعمل فيها بث مباشر دائما. تابعوني على صفحتي على انستغرام، اكتبوا لي شو حابين اعملكم وصفات، وكمان اكتبوا لي تحت شو حابين اعملكم واقدم لكم وصفات. كان معكم الشيف عمر، سلام. I'm going to go to the next one.